بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة في الإنسان هي أفضل شيء يتمكن الإنسان بسببه أن يصعد في مدارج الرقي. استقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني أن البشر لو استقاموا على الطريقة الصحيحة الله أعطاهم كل النعم واسعا وهنيئا. معنى الاستقامة؟ الاستقامة في القول، الإنسان يكون كلامه مستقيم، مو كلامه طعن واللعن وحمز واللمز وغيبة والنميمة والتهمة وافتراء وإهانة والسب وبذاء. لا، كلامه مستقيم. أول الصبح أحسب كلامك لليل، هل كلامك مستقيم؟ أن يكون الإنسان فكره مستقيما، لا يفكر يبوغ هذا، يخون هذا، يهين هذا، يؤذي هذا، يحارب هذا، يعادي هذا. فكره مستقيم، عمله مستقيم، كلها مشكل. والعياذ بالله إنسان يعمل أعمال مزينة، أعمال قبيحة، من لواط، من زنا، من أكل مال الناس بالباطل، من أكل الربا، من إهانة الناس، من العادة السرية، من ارتيادات السينمات، النظر إلى صور التلفزيون الخليعة، ما أشبه. عمل الإنسان مستقيم، فكرك مستقيما، عملك مستقيما، نظرك مستقيما، لا يخون في نظره. إذا مرت فتاة، إنسان لا يسرق النظر إليها، هذه تسمى خيانة العين. أذنه مستقيم، لا يستمع إلى الغناء. من استمع إلى الغناء يصب يوم القيامة في أذنه بالرصاص المذاب كما ذكرنا مرة. وعلى هذا المعدل، الاستقامة أن يكون الإنسان في حياته مستقيما. أمنك إنسان أمانة، في وقت الأمانة أدي الأمانة، بلا قول، بلا قوة، بلا كذا، بلا شيء. باعك إنسان شيء، أعطي فلوسه. مات إنسان وأنت وصيه، أدي الوصية. بالمئة تسعين من الناس يأكلون الوصية. الآن أكاد نفرد واحد مو موجود إحنا، يعني ما يسمع الكلام. الله يوصى على أنه أولاده يعطون فرد كمية كبيرة من المال، وعن شهادة الوصية وسوى قانوني وكل شيء. بعدين أولاده ضربوا المال وأكلوه في أمان الله، صالحوا بناتهم وأكلوا المال. هذا معناه غير الاستقامة. استقامة القول، استقامة العمل، استقامة الفكر، استقامة العين، استقامة الأذن، استقامة الجنس، كله استقامة. الإنسان المستقيم أول ما يربح شنو؟ ثقة الاجتماع به، يقولون هذا كلام عدل، ما في كلام خلف. ناس يعتمدون عليه، يقولون هذا عين نظيفة، ما ينظر إلى أعراض الناس. يقولون هذا الإنسان يده نظيف، ما يبوق. فإذا واحد كان هنا صانع في مكان، بعدين طلع من ذاك المكان، أنا شفت الأستاذ ماله، قلت له على أنه ليش طلعته هذا؟ قال حقيقة أقول لك إلك، لكن ما أقول له، هذا إيده كانت أعوج. هو معاش أفرض 200 دينار مثلا بالشهر، هو أحيانا فد 5 دنانير هم يبوق. يقول احنا مرة مرتين 3 مرات ظننا به هذا، بعدين خلينا على الرقيب شفنا يبوق. إنسان محترم يصلي يصوم، لكن يده أوجاع. يده أوجاع، أوجاع يعني أنه يعني يسرق، سرقة، خيانة، بوق. هو شباب وغير متزوج وفرد بنت في جيرانهم يراودها، هذا معنى غير مستقيم.
الإنسان المستقيم أول ما يستفيد ثقة الاجتماع به. أنت مستقيم الناس يخلون عندك ملايين الدنانير بلا وصل، والعياذ بالله مو مستقيم ما يخلون عندك حتى 10 دنانير بالوصل، لأن مو مستقيم هذا. الإنسان يجب أن يكون مستقيم، يفكر دائما في أن يكون مستقيما. استقامة اللسان، استقامة الفكر، استقامة العمل، استقامة اليد، استقامة الرجل، استقامة على أموال الناس، على حقوقهم، على أمورهم، يكون مستقيم. موظف يبوغ من الوظيفة، لازم يروح ساعة 8 يروح ساعة 9، هذا مو بوغ. لازم ساعة 12 يطلع من الوظيفة، يطلع ساعة 12 إلا نصف، ساعة 11 ونص، هذا طيب، مصلحة الناس. في المستشفى وفي المستوصف أمين على الأدوية، الأدوية الزينة يوديها لحوشة، الأدوية المزينة يخلي للمرضى. طباخ في مرافق حكومية، كان عندنا في كربلاء هذا الشيء موجود، أنه تبين الطباخين مع المستشفيات يبوقون اللحم الزين والدهن الزين والدجاج الزين يودون إلى بيوتهم، بينما يعطون للمرضى الأشياء العادية. هذا عدم استقامة. الإنسان المستقيم أول ما يستفيد ثقة الاجتماع به، بالعكس من الإنسان المنحرف أول ما يستفيد عدم ثقة الاجتماع به، يقولون هذا بواق، يقولون هذا منحرف، لسان منحرف، عين منحرف، أذن منحرف، بطن منحرف، وما أشبه. كان عندنا التاجر في النجف الله يرحمه توفي، اسمه حجي مهدي الله يرحمه، هذا كان كلش تاجر كبير وبنى مسجد في النجف. أول ما تدخلون في النجف من الجراج تطلعون مسجد الحاج مهدي، كلش مسجد جميل باني من المسجد، هو على نفقدين شخصية من المسجد. بعدين صارت عنده مشاكل وراح إلى سوريا. أنا في النجف ما شفت، أنا في سوريا شفته. أجي قبل 22 سنة رحنا إلى سوريا، أجي إلى زيارة والدي الله يرحمه، وإنسان كلش طيب، وأسس هناك أيضا في سوريا في الصالحية مدرسة أهلية باسم مدرسة الإمام زين العابدين، والشارع في الصالحية سماه شارع الإمام زين العابدين. تاجر هو من النوع الثقيل، من الوزن الثقيل، كان تاجر كلش كبير. ونحن زرنا المدرسة، مدرسة الإمام زين العابدين، فرأينا طلاب، جماعة طلاب، طلاب كان فيهم شيعة وكان فيهم سنة وكان فيهم حتى يهود وكان فيهم مسيحيين كل شكل كان. لعن في سوريا أكو يهود إلى اليوم، أكو موجودين في بغداد يهود، في سوريا يهود، أكو يهود موجودين. فهذا الرجل بنى هنالك مدرسة وسمى الشارع باسمه، بسم الإمام زين العابدين. يوم اللي رحنا احنا جو الطلاب كلهم وقروا امامنا النشيد، نشيد المدرسة. من جملة النشيد انا اذكر اننا جند لك يا زين العابدين، وكان فرد قاعة كبيرة مسوية لهم يصلون في جماعة كلهم، وكلش مدرسة نظيفة. واظن الى اليوم المدرسة باقية، ولو هو الحاج مات، حاج مهدي الله يرحمه توفي، اظنه توفي على مدة توفي، ما اظنه هنا. أنا رحت فاتحته في الكويت، كنا أخذوا فاتحة إلى جماعة، رحنا إلى فاتحته. هذا الرجل وبنى أيضا الزينبية، قسمنا الزينبية هو عمرها، وكذلك بنى حجر ابن عدي، فرد واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مدفون في مرج عذراء بناه هو. وإن شاء الله يبتوا الشباب أيضا شاهدي في قصة منه، إن شاء الله إذا تمكنتوا لازم كل واحد منكم يبني مدرسة أهلية، هذا كلش مهم في أي بلد من بلاد العالم كنتوا، مدرسة أهلية. فرق 1000 شاب، 2000، 3000، أكثر أقل، بنين بنات، إنسان يريد يدبرهم يديرهم ما أشبه. أو يبنوا مكتبة، لأن أنتوا مو تبقوا هالشكل فقراء في المستقبل، قسم منكم أغنياء، وقسم منكم حتى إذا مو غني لكن يصير أهل خير، يتمكن يتكلم مع الناس. مكتبة، مدرسة حسينية، مسجد، مؤسسة، نادي، دور للفقراء، دور للأيتام، ميتم، مستوصف، مستشفى، إذن كلها خير من الإنسان يبقى والإنسان يفنى. هذا حجي مهدي وقت اللي كان في النجف، شاهدي في هالقصة وفي الاستقامة، ونحن يجب أن نهيئ أنفسنا للاستقامة، استقامة واقعية نابعة من قلوبنا، مو أمام الناس،
اكو فرق بين انا اخاف من الناس مستقيم لكن او استقامة نابعة من قلبي. الاستقامة يجب ان تكون نابعة من قلبك وقلبي، هاي الاستقامة لها قيمتها. ابا استقامة اخاف من الناس هذا ما له قيمة. ابو حجي مهدي كان من كبار تجار النجف، كلش تاجر كبير. اخو حجي مهدي اخو ابوه يعني عمه شريك مع ابيه في التجاره، عندهم دكاكين وحمامات واملاك وبيوت ثروه كلش طائله كانت عندهم، القسم مال قبل 50 سنه تقريبا. ابو توفي ابو حجي مهدي، هالقصه اللي تاخذوها مثلا قصه عاديه، فكروا في القصه ثم قيسوها، هل نحن هكذا او هل نكون نحن هكذا؟ عم حجي مهدي توفي الله يرحمه، ابو توفي، حجي مهدي ينقل هالقصه، هو ينقل القصه يقول ابونا توفي ونحن اطفال صغار، عمر 3 سنوات، عمر 4 سنوات، عمر 5 سنوات. يقول احنا كان عندنا تجاره كلش كبيره في النجف، حمامات واملاك ودكاكين وبساتين وما اشبه. يقول ابوي وعمي هذول كانوا شركة اثنين، مات ابي وانا طفل صغير، انا واخواني اطفال صغار، مات ابونا، اخذوا فاتحه ضخمه كما هي العاده بالنسبه الى الشخصيات الكبار. لما انتهت الفاتحه عمي، وانا ما اعرف عمي واقع، حتى ما اعرف ابوه، بس اعرف هو حجي مهدي اعرفه والذي توفي قبل مدة، يقول عمي اخذ بايدينا بعد لف الفاتحه وخلصت الفاتحه ودانا الى السوق، قال مهدي وفلان وفلان هذا الدكان مالكم، انا ما لي حق مار، هذا الدكان مالكم، هذا الدكان مالكم، هذا الحمام مالكم، هذا البيت مالكم، هذا الخان، سابقا ما كان فنادق كان خانات ينزل فيها الزوار، هذا الخان مالكم، هذا مالكم، هذا مالكم، هذا مالكم. يقول قال كل حل ذني مال مالكم مالكم ما مال. بعدين وداني للبيت، الصناديق الكبار سابقا كانت تسمى بالفارسية قاو صندوق، قاو صندوق صناديق كلش كبار، من هنا صناديق كلش كبار، ما أدري بالعربي شي يسموه، على كل صناديق كبار كلش. يقول وداني للبيت، فتح الصندوق، الصندوق ممتلئ ليرات ذهبية من تحته الى فوقه، قال شوف كل هالفلوس مالكم انتم، واعلموا اني كنت صانع عند ابيكم، انا ما كنت شريكه ولو الناس ما يدرون لبالي انا شريكه، انا كنت صانعا عند ابوكم باجر، ولو انا اخوه لكن كنت صانع. الان انتم تحبون والدتكم القيمه وانتم الاولاد على صغركم تحبون، انا ابقى عندكم كصانع وادير شؤون، ما تحبون هذه اموالكم وهذه مستقلاتكم وهذه دكاكينكم وهذه ليراتكم الذهبيه، ولا حق لي في ليره واحده منها. مثال هذا الرجل ذاك اليوم لو كان يقول انا الشريك والنصف الي كان الناس يصدقون، لا لاكو دفتر، لاكو عقد شركة، لاكو حكومة يعني مسجلة عند الحكومة، كل شيء ماكو. يعني أنا أذكر زمان السابق قبل 40-30 سنة ما كان هالأشياء روتينية أبدا، الناس يشتغلون بعضهم مع بعض بالثقة فقط. يقول قال لي إن أحببتم أنتم وقيمكم المشرف عليكم يعني أمكم أنا أبعدكم كصانع، وين ما احببتم انا في امان الله، اخذ عباس يوسف، لا اي واحد اللي تحبون جيبوه. هالقصه البسيه تصوروها ويا انسان لا يؤتمن على دينار، انسان لا يؤتمن على نظر الى فتاه في الشارع، انسان لا يؤتمن على ركعتين صلاه صبح، اذا الناس موجودين يقوم يصلي صبح، هذا مو موجودين ابوه امه اخوه ينام الى الشمس. الفرق بين هذا وبين هذا، صوروا كثر، هذا الإنسان مستقيم. الإنسان المستقيم بعد 50 سنة وميت ولا نعرفه نمدحه، والذين يسمعون يقولون شلون هذا إنسان عظيم،
بينما إنسان غير مستقيم وهو معك يستحق الحرق في المحرقة والإلقاء في النفايات. الإنسان يجب أن يتعود الاستقامة، استقامة نابعة من قلبه، مو استقامة من خوف الناس، استقامة نابعة من قلبه، استقامة في لسانه، استقامة في قلمه إذا صح القلم، استقامة في بطنه. أخي الإنسان اللي يأكل شنو يأكل؟ هل هذا حرام؟ هل هذا حرام؟ استقامة في ماله، هل هذا المال مخمس أو غير مخمس هذا المال؟ كله داخل في يومي اللي نقرأ أيضا صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء مرتين نقرأ إحدى الصراط المستقيم، هذا معنا يعني نكون على طول الخط مستقيمين. إحنا أول ما يستفيده الإنسان المستقيم ثقة الناس به، يقول فلان خلاص زين أي خلاص. أما فلان إنسان قبل كم يوم كان هنا فرد واحد نعطي لفرد واحد آخر فلوس كشركان اثنين، هذا الشريك يريد يضرب فلوس ذاك الشريك بينما ورقة أكو عنده يريد يضرب، يراجع يوميا اليوم مباشر عقبه وإذا أنا في الكويت هذا القسم قبل أسبوعين يريد يضرب عليه فلوس بينما ورقة عنده. حتى إجا استشارني هذا الإنسان صاحب المال الذي أعطاه لذلك الإنسان حتى يشترك ويتاجر ويتاجر ذاك الإنسان به، قال لي هذا ما يفيد ويا حاج، قلت ودي له فرد واحد شوية عدى عصا حارة، وداني فرد واحد عدى عصا حارة خاف منه سلمه له ورقة عدها ورقة عدها، يعني خاف من هذا الإنسان وأنا راجع أقل قبل أسبوع، هذا مو شيء قديم. إنسان يجب أن تكون الاستقامة نابعة من قلبه. أما الشطارة كثير من الناس يصورون الحياة شطارة، أبدا الشاطرين دائما متأخرين. الشطارة هل معناها يعني خيانة غش خداع كذب دجل أكل مال الناس بالباطل إهانة الناس سب الناس؟ قسم من الناس الشطارة شوف على انه يجي فرد واحد في الديوانيه، كلكم شايفين هذا الشيء في كل ديوانيه، مو هالديوانيه اقصد بالذات، واحد يجي كل الناس يرحبون به، واحد اخر يجي كل الناس يتاذون منه. هذا لسانه طيب، هذا لسانه مو طيب. كان عندي فرد صديق في كربلاء الله يرحمه توفي، كان لسانه خبيث حقيقه، اي مكان اللي يدخل الناس كلهم يشمئزون منه، لأن لسانه لا يسلم من لسانه أحد، يسبك إلك ويهين هذا وما أدري يفشر على هذا ويتهم هذا ويبعد هذا وكذب ودجل لسانه، هذا مو صحيح أبدا. الإنسان يجب أن يعود نفسه الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، الغيرة، المروءة، الشهامة، الشجاعة، النبل، الفضيلة، التقوى، عدم أكل مال الناس بالباطل، إعطاء حقوق الله من صلاة، من صوم، من حاج، من استقامة. إنسان لازم يكون مستقيما استقامة نابعة من قلبه. أما استقامة الإنسان إذا مو نابعة من قلبه هذا نصف الاسم يسوى، يخاف من القانون، يخاف من الشرطة، يخاف من المجتمع، هذا الإنسان خائن لكن يخاف. مثل هذا صديقنا من الأول البارحة اللي فرد واحد شافه عصا حارة عده وهدده مجبور صار يعطيه فلوس، عمي من يوم الأول اعطاك فلوس واتمنك وجاء يريد فلوسه وانقضت السنة والشركة انتهت سلم فلوسه خلاص خلاص. وهذا الشيء اللي تصير في التجار، في العلماء موجود، في الخطباء موجود، في الأخندية موجود، في التجار موجود، في الموظفين موجودين، في كل مكان، هذا إما مستقيم أو منحرف. مستقيم عندنا، منحرف عندنا، معلم، مدرس، مدرسة، موظف، أي إنسان عنده شكلان، شكل المستقيم، شكل المنحرف. إنسان يجب عليه أن يهتم دائما لأن يكون مستقيما.
كان عندنا فرد رجل في كربلاء الله يحفظه موجود الان، كان مدرس هذا مستقيم موقف، بعدين ترقى صار ناظر، بعدين ترقى صار مدير، كل مستقيم اخوندين يمدحوا، موظفين يمدحوا، كسبه يمدحوا، كلهم يخلون عنده امانه بلا وصل، الى الان موجود هو، الى الان الان هو معروف بالاستقامه والصلاح، كان معلم بسيط، انا لقيته قبل 25 سنه، معلم بسيط بسيط كان، معلم ابتدائيه. ناظم ناظر وبعدين صار مدير وبعدين صار اعلى من المدير، ما ادري شنو صار بالنسبه للاشراف الى مدارس البلد تقريبا، وهو اعتمد عند الكل انه مستقيم، الا يقول لك كلام تذرف صوته. اما عند عشر لسانات ما عنده. اكو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من اطرى اخاه شاهدا، يعني وقت اللي يشوفك يمدح، وعابه غائبا، وقت اللي يروح عنك اوه هذا مجنون، هذا الثقيل، هذا اختافه. من اقرا اخاه شاهدا وعابه غائبا يحشر يوم القيامه وله لسانان من نار، لسان من امامه ولسان من قفاه. هذا شلون كان في الحياه هالشكل؟ لان لسان عندك ولسان في غيابك، لسان اللي عندك هالشكل من وجهك طالع، ولسان اللي في غيابه من هنا طالع، هذا ماركته يحشر يوم القيامه وله لسانان من نار. في هذه الايه المباركه التي تلوناها: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.